للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حسين محمد رجب، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. أهلا بك في نشرة الأخبار. هل لك أن تحدثنا عن هذا التعاون وما أهمية هذه الشراكات لدعم تنمية الكوادر طبعا الوطنية في المجالات التقنية؟ السلام عليكم. أول شيء أحب أشكركم على هذه الاستضافة وأؤكد على أهمية التعاون الاستراتيجي بين تمكين ووسائل الصحافة والإعلام. بخصوص اتفاقية التدريب مع أكاديمية جنرال أسمبلي، طبعا كما يعرف الجميع أن تمكين تعتبر مؤسسة اقتصادية مهمة تساهم بشكل كبير في نمو وتطور اقتصاد المملكة من خلال التركيز على هدفين أساسيين. الهدف الأول هو جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل للتوظيف في سوق العمل، والهدف الثاني هو جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو في الاقتصاد الوطني. ولتحقيق هذه الأهداف تبنى تمكين استراتيجيات مختلفة في مراحل مختلفة بهدف مواكبة متغيرات ومتطلبات السوق. آخر هذه الاستراتيجيات كان استراتيجية الخمس سنوات من عام 2021 اللي تم تدشينها العام الماضي، واللي تركز على زيادة الإنتاجية في الاقتصاد وزيادة الأثر الاقتصادي المحقق من خلال دعم تمكين. ولتنفيذ هذه الاستراتيجية قمنا في تمكين بوضع برنامج تحول متكامل يشمل أكثر من 50 مبادرة، بما في ذلك إعادة هيكلة وصياغة كل البرامج. وضمن هذا الإطار طبعا تم مؤخرا تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة وإطلاق البرامج الجديدة أيضا. من خلال توجهاتنا الاستراتيجية ارتئينا أهمية التركيز على بناء المهارات والكوادر الوطنية في كل المجالات وبالخصوص في القطاعات والمجالات الواعدة، تماشيا طبعا مع خطة التعافي الاقتصادية اللي تساهم فيها تمكين بشكل كبير من خلال دعم التوظيف والتدريب، بالإضافة لتشجيع الاستثمار ونمو القطاعات الواعدة. وضمن هذه الاتفاقية مع أكاديمية جنرال أسمبلي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية سيتم تدريب مثل ما ذكرت حوالي 1200 بحريني في مجال البرمجة وجانب أخرى من التكنولوجيا. نعم سيد حسين، لو نتكلم عن دوافع تطوير بوابة التمكين الإلكترونية وطبعا وأهم المميزات وراء هذا التغيير وهذا التطوير. طبعا تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد والبوابة الإلكترونية الجديدة اللي يعتبر ضمن عملية التحول والتطور الشاملة في تمكين بهدف زيادة الأثر الاقتصادي ورفع مستوى الخدمة. نعم. ونشر الوعي وتسهيل الإجراءات في كل الخدمات والتعاملات مع تمكين. ومن المهم الإشارة إلى أن ما تم أطلاقه إلى الآن يعتبر مرحلة أولى من البوابة الإلكترونية الجديدة. نعم. حيث يوجد هناك خطة متكاملة تمتد على فترة حوالي عام كامل لإطلاق كل الخدمات والمحتوى الجديد بشكل متكامل خلال الفترة القادمة بإذن الله. نعم السيد حسين محمد رجب، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.